أما هلأ سالي، فقرتنا الختامية رح تكون مع عالم الطب، ورح نسلط فيها على موضوع الالتهابات البولية عند المرأة الحامل وتأثيراتها وأعراضها، وليش بترتفع الإصابة فيها، ليش ترتفع بموضوع الالتهابات البولية عند النساء الحوامل. رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي بالأمراض النسائية ومداوات العقم. يسعد صباحك دكتور. يا صباح الفل سيدتي. هلا دكتور كيفك؟ هلا يعني. ان شاء الله هيك البردات هيك ظراف اليوم منعشين. شتوي ما في احلى منا شتوي. حلوه بس بدنا وسائل تدفئه. يعني بيقعد بسيارته الواحد. ما هيك بشغل الشوفاج. مزبوط. دكتور خلينا نبلش بدايه حديثنا. كنا نحن عرفنا انه في اعراض للمراه الحامل ومنها الالتهابات البوليه. خلينا نخصص المراه الحامل، نحكي شوي عن الالتهابات اللي بتصيبها، شو سببها؟ سيدتي هلا الالتهابات اللي بتصيبها، ورح نقول ارقام ونسب مثل ما متعودين انا وياكم مع مشاهدينا على لغه الارقام ونبسط الحكايه. اولا بدي اقول نقطه هامه، انه في تغيرات فيزيولوجيه بتصير عند المراه لما بتصير حامل. اوكي، هلا هي التغيرات على الغالبا غالبا من اول سببها بالبدايه هو هرمون بروجستيرون يلي موجود اثناء الحمل، وهسه ممكن في اسباب ثانيه كثير نحن ما بنعرفها. هلا لما بيتقدم الحمل بنقول بقى اسباب التغيرات اكثر ما هي هرمونيه، هي بقى صارت ديناميكيه، بمعنى انه عم يزداد حجم الرحم يلي موجود جواته الجنين، عم يعمل ضغط على الاجزاء السفليه من الجهاز المفرغ. نحن عندنا شيء اسمه الجهاز المفرز اللي هو الكليه، وبقيه بقى الحالب والمثانه والاحليب بلا بلا بلا، هي انه الجهاز المفرغ للمراه الحامل. فلهالاسباب هي بتزيد عندها نسبه تعرض للالتهابات البوليه. هلا الالتهابات البوليه هي الحقيقه معدل حدوثها عالي، بس يمكن نحن ما بننتبه لها كثير، وإلا معدل الحدوث العالمي لها حوالي 8%. يعني اذا جبنا 100 مراه حامل هلا 8 منهم رح يكون في عندهم شيء اسمه، وارجو ان انتباه كثير لهالجمله اللي رح اقولها، في شيء اسمه بيله جرثوميه لا عرضيه. نعم. يعني بفحص البول في جراثيم ولكن ما في اعراض، هي حوالي 8%. النسبه تتضاعف حوالي 3 مرات انه بيله جرثوميه وعرضيه. تمام. اذا هو الموضوع كتير كتير مهم، نسبته عالية. هلأ إذا برجع للبيلة الجرثومية العرضية، قلنا أنه في 8 من أصل 100، من هدول 8 ربعهم يعني 2، صرنا 2 من أصل 100 يلي بيتطور لعندهم لشيء كتير غليظ بالحمل اسمه التهاب حويضة وكلية. بمعنى التهاب حويضة يلي صرنا بقى بالكلية، الحويضة هي جزء من تشريح الكلية. هون بنفوت مرحلة الآلام كمان. الآلام والإنذار والتدبير بقى هون، لأنه ممكن التهاب بول عادي جرثومي عادي سواء كان عرضي أو لا عرضي يطور خلال عدة ساعات لشيء اسمه التهاب حويضة وكلية. هلأ وين نوعا ما خليني أقول الريسك فاكتور بالموضوع، العامل الخطورة بالموضوع، هو أنه بنوعية الجرثومة حوالي 80% من المصابات فيهم، حوامل المصابات بيكون بجرثومة اسمها الإيكولاي الإشريشيا الكولونية بهالتسمية هاي. هلأ هي تتصف الإيكولاي أنه هي تطلق ذيفان داخلي أو تسميه سم داخلي. هذا يؤدي الذيفان تبعه أنه قد يدخلنا بشيء اسمه صدمة إنتانية لا على الأقل للحامل، وبالتالي إنذار يكاد يكون سيء أو جدا سيء ببعض الحالات الشديدة للجنين يلي ببطنه. فإذا نحن أمام حالة كتير مهمة. يعني دكتور رح أحكي لك شيء يمكن شيء شايفينه، أنه منلاحظ كتير أطفال يعني بس تولدهم أمهاتهم أنه فورا هذا الطفل عنده إنتان، يا تنفسي يا سحايا أو غيره. نعم. من الأمراض اللي هي بتجي مع الطفل بيقول إمتى لحق يتعرض لهي العدوى. صحيح. وبعد الدراسة بيقولوا غالبا أنه عند الأم كان في عندها التهابات بولية. نعم. شو سبب أنه ممكن ينتقل هي الإنتانات ويكون لها تأثيرها على الجنين؟ تماما. هلأ هو منقول أنه في لقط إنتان الجنين، صحيح الكلام، ولما صار وليد أوكي غالبا انتانات بوليه، ولكن قد يكون اي انتان اصيبت فيه الام، ولو ببعض الاحيان انتان خفيف عابر ما شعرت فيه. فلذلك
لذلك انه نحن بنعمل بدنا نقول نعمل شيء اجراء اسمه سكرينينج مسحي، هلا لمعنى بمعنى فحص البول. طيب انا بهالحاله هي نحن ما بنقول نعمل اجراء مسحي، السبب منه انه كل حامل لها خصوصيتها، بس انا برايي من خلال خبرتنا الشخصيه انا بقول انه على الاقل الحامل اللا عرضيه يعني ما عم تشتكي من اعراض حمى، حراره اشعريه، برديه، اللي هو شويه اعراض بوليه مرافقه مع الم بالخواصر، انا بقول انه لازم تعمل على الاقل خلال فتره الحمل 3 مرات فحص بول وراسب. هلا بلس هون بدي اقول نقطه مهمه كثير، انه اذا كان في اذا كانت عرضيه لازم نشتغل هذا الشغل وبناء على النتائج بنتوجه للعلاج. طيب ولكن هون بدي اقول اذا في بقى عوامل خطوره ثانيه مضافه، بمعنى بلشنا نشوف ارتفاع ضغط شرياني عم يترقى، بلشنا نشوف وذمات بالاطراف، او بلشنا نشوف بفحص البول كميه من البروتين او الناس اللي بسموه الزلال، في مع زلال بالبول، انه كميه من الزلال اعلى من الحد الطبيعي، هون لازم كتير يصير في عنا ريد لامب يعني ضوء احمر يضوي بدراسنا كاطباء انه نحن قدام حاله اتس تو سيريس، لازم ننتبه له وندبرها بسرعه. نعم سيدتي. يعني هلا دكتور دائما الالتهابات النسائيه احيانا بيرجعوا سببها لانه في التهاب بولي فاثر على هذا الشيء وصار التهابات نسائيه. لاي حد ايضا خلينا كمان نخصص المراه الحامل انه المراه الحامل اكثر عرضه للالتهابات من المراه العاديه؟ هلا الحقيقه سالي بدي اقول شغله مهمه كثير، انه بسبب القرب التشريحي بين الجهاز المرأة البولي والنسائي، وبالحالتين جهاز المرأة النسائي والبولي بفترة الحمل بصير في عليه تغيرات هرمونية تؤدي بقى انه يصير في عنا نسبة إصابة أعلى بالالتهابات النسائية اللي ممكن تطلع بولية والالتهابات البولية ممكن تنزل نسائية. فلذلك علاج اثنين وخاصة أنه بالحالات البسيطة العلاج هو يكاد يكون تدبير منزلي، يعني تدبير منزلي بإجراءات بسيطة، مغاطس ومي وبابونج وبلا بلا بلا. أوكي، فإذا أنه هي الحالة متجاورة، هاد بيودي لهاد وهاد بيودي لهاد، فلذلك أنا بقول من الحصافة الشديدة من الطبيب أنه يدبر الالتهابين سوا البولي والنسائي، وبخاصة في حال ظهور أعراض، متى ما في اعراض دبر. هلا بدنا نقول ان اتفق انا وياكم ميسان وسالي على شغله مهمه اللي هي انه بفرض انا وياكم قاعدين بالعياده واجت لعنا مريضه سيده حامل عم تشتكي من عرض او من مجموعه اعراض بوليه وهيك، اول شيء بده يخطر ببالنا هو مثل ما بنعرف انا وياكم انه الكلاسيفيكيشن حطها بتصنيف، هل هي تصنيف هاي ريسك عالي الخطوره ولا لو ريسك؟ طيب بدي افكر فيه انه هل هي الافه هي موجوده ما قبل الحمل، بمعنى انا عم دبر حامل عندها اصابه سابقا بوليه بجهاز البولي، ولا حاله لا انه هلا صارت اثناء الحمل، لانه بيفرق كثير هون التدبير، لانه على الاقل الطبيب بيحطها براسه انه يضل منتبه للقصة هاي. شو الفرق اذا كان حامل للجرثوم قبل الحمل او اذا كان بعد الحمل؟ لا انا هون مو بس عم بحكي عن الجرثومه، عم بحكي انا عن افات الجهاز الكلوي بشكل عام، عن افات الكلوي او النفروز، ولكن اذا كان عندها التهاب او في بسوابق الحمليه السابقه انتانات بوليه، وسؤال ميسان كثير مهم بتشكرك عليه سيدتي، انه اذا كان في انتانات بوليه سابقا موجوده عندها بحموله السابقه، انا معناته ممكن فكر كطبيب اذا هلا شفناها انا وياكم انه في عندها التهاب بولي، طبعا اول شيء بدي ادبر تدبير حاد للحاله، بعدين ممكن نعطي جرعه صيانه، بمعنى انه نفكر بقى نعطي انتي بايوتيك او مطهر مجاري بوليه مدى الحمل. ثانيا نقطه مهمه كثير بنفكر فيها، انه عملنا لها نحن هلا فحص واستقصاءات وطابت، بنقدر نعمل مسح وزروع ثانيه لها، لقينا في نوكس معناته دخلت بتصنيف يساوي معالجه كل فتره الحمل. اذا هون الموضوع جدا هام. الشغله الثالثه اللي بدي اقولها انه انا بدي افكر بشيء اسمه البروجنوسيس، الانذار. شو الانذار؟ الانذار للمراه الحامل والانذار بالنسبه للجنين. برجع للشيء اللي ذكرتيه قبل شوي انه هالجنين طيب هذا صار وليد ما لحق اتعرض لشيء ولا لقط لشيء، منين جاب انتان؟ لقط انتان منين؟ ادى انه يصير عنده شيء اسمه نقص نمو ضمن الرحم
وهي حالة ما بنتمنى لا أي طبيب ولا أي حامل يواجهها. نعم. نقص النمو ضمن الرحم، لأنه من الحالات المحيرة بالتدبير، ما كتير محيرة، ولكن جزء من التدبير اللي هو إنهاء الحمل، تحديد موعد الولادة، هي حالة جدا جدا يعني ما بعرف كيف بيكون الله يعون الطبيب يلي بيواجه هيك حالة، لأنه إمتى بده يقرر يولد، وإذا ولد ما كان في نمو كافي للجنين لرئتينه، بده يدخل حاضنة، يعني كتير كتير الموازنة كتير 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 صعبة. صحيح، صعبة كتير. فلذلك إنه هون يعني هون دور والتيم، العمل التيم هون، استشارات تكون بين مجموعة يعني لازم يكون هون الأم هي تدير بالها، المرأة الحامل هي تدير بالها على حالها، وهي تكون عارفة إنه هي لازم تتابع حالها. يمكن تذكر أحياناً الطبيب بأنه أنا ما عملت هذا الفحص، أنا ما عملت يمكن هذا التحليل، لأنه لازم هي تكون متابعة على نفسها أكثر ما الطبيب متابع لها. يمكن إن شاء الله ما نوصل لهالمرحلة إنه المريضة تذكر الطبيب انه انا في هو بما انه هلا كله زهايمر حتى الاطباء اي طبعا طبعا على الستريس لا قصدي انه هي يمكن لازم تكون مهتمه بنفسها اكثر، انه هي مسؤوله، هي تنتبه للاعراض، تنتبه للاعراض وتراجع الطبيب لما بيكون خارج موعد زياره الدوريه له، تراجع للطبيب اذا بلشت تظهر عندها اعراض، وبخاصه اذا كان في عندها سوابق. فلذلك هون بس الانتباه البسيط، حتى ما في مانع لما تروح لعند طبيبه بخارج اوقات الزياره الدوريه، تروح هي لحالها عامله فحص بول وزرع واخذت له. بس دكتور نذكر بين قوسين انه ادويه الانتيبيوتيك بالحمل هي عاديه، لانه هي يمكن في فوبيا عند النساء الحوامل، خلينا نحكي بهذا الموضوع. اكيد اكيد هي مو اي نوع انتيبيوتيك، اكيد مضادات الحيويه، في مضادات حيويه هي بتجوز ما تكون امنه بالثلث الاول، بعدين فينا نستعملها بالثلث الثاني او الثالث الحمل، في منا امنه من اول الحمل فينا نعطيها حتى لما بعد الولادة. نعم. بحوالي أسبوع، فلذلك لا ما في هاي الخوف، هذا لازم يموم من رأسهم. يعني لا يهمل من الحديث معك دكتور أكرم. خلصنا للأسف، لأنه في موساب عم يقولونا للأسف يعني، لأنه أنا مبسوط لأني معكم ونحن مبسوطين كتير وحابين لسه في معلومات ناخدها أكثر، ولكن خلينا نشوق هيك المشاهدين لمعلومات تانية. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور أكرم الأحمر، ونهارك سعيد. ونهاركم أسعد يا رب. شكرا لك دكتور وللمعلومات يلي قدمت لنا اياها.